مش هعمل كده تاني. ايه ده يا علي ده؟ انت منزلني من بيتي يوم اجازتي عشان تقعد تغني لي؟ والنبي سيبني في حالي يا حسين، انا مش طايق نفسي ولا طايق اطلع شقتي ولا طايق العماره باللي فيها وزهقان من عشتي. وانا كمان والله كنت قاعد زهقان وجعان، لقيتك اتصلت قلت انزل اكل واول مره قابلك. يعني انت نازل عشان تاكل يا حسين مش عشان تاخد بخاطري؟ لا لا حلو عشان الاثنين. انت ما رحتش شغلك ليه النهارده؟ رحت يا سيدي، واختك انجي اتريقت عليا قدام مراتك كاميليا واتريقت على جسمي، قلت اضرب القميص ده له يمكن احلاوه زياده. ايه رايك؟ حلوه النفخه الكدابه اللي انت فيها دي قوي. ايه القرف ده؟ عايز تعمل عضلات اعمل زيي. بص شايف الاسلام؟ قصدك شويه اللحمه دول؟ دول لا 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 دول سهلين قوي يتربوا. ايه يا واد العضلات الجامده دي يخرب بيتك؟ افهم من ده اعجاب ولا حسد؟ يا عم اعجاب وحسد ايه؟ دي اكيد تقصدني انا، اكيد عضلاتي شخللت في قلبها صح؟ يا نسا انت تقصديني انا ولا هو؟ انت طبعا مش ابو كرش ده. ايه؟ هاي امشي يا بيت من اللي احبسك. ما العضلات عامله شغل ايه؟ امال ما حوقتش في انجي ليه بس؟ يلا يا علي نطلع نكمل كلامنا فوق. لا 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 سيبني انا خلاص فكيت كده ومودي حلو وحسيت بذاتي. وانت عشان تحس بذاتك ومودك حلو يطلع عين اهلنا. يلا يا علي. عليا النعمه مز. انت زيرو كام؟ انا على الثلاث شبكات. عليا النعمه مز. عليا النعمه لحبسك انت والمز بتاعك والثلاث شبكات. مش عايزه رقمي؟ لا انا عايزه رقمه هو. هحبسك انت كمان.